شكرا مرة تانية. أنا اللي بتشكر وآسف على اللي صار اليوم. خلص نسيته. تمام. أهلا وسهلا علي. أهلي. في ضيف مع أنت؟ هذا صديقي وحب يوصلني على البيت. هاي زوجتك؟ إيه كارولين كينان بيك. تشرفت بمعرفتك. تشرفت بمعرفة حضرتك. تصبحوا على خلاء الخير. قبطان علي، أنا رح أترك لك كرتي. إذا صار واحتجت لأي شيء اتأكد أني رح ساعدك. اتصل فيني ورح تلاقيني بخدمتك. يلا بالإذن. مع السلامة. شكرا. مين بيكون؟ صديق لألي. ليش السؤال؟ لأنه أنا ما شفته من قبل. صديق جديد. كينان جتين، مجموعة كارجي للتجارة. هذا واحد من مدير مجموعة كارجي للتجارة. شو الموضوع؟ انت من وين بيعرفوا علي؟ لك انت بأي حق عم تدوري بجيابي؟ شو فيها؟ انا بده يعرف. شو يعني انا لازم اشرح لك كل شيء؟ روحي من وشي. يلا هيك لكان. معناها جميلة رح تحكي لي عن هذا الرجال، بسألها وبتشرح لي عنه، وهي رح يقول لأنا مين هذا بيكون. وقتها أنا بعرف كيف أنت تعرفت على هذا الرجال. لك اتركني! أنت عم تهدديني وليك؟ اترك أنت! عم تهدديني بكل وقاحة! يا بيحكي أو بيروح لعن جميلة بله! الله يلعنك! بتعرفي إنه أنت شيطان وعم يمشي على هاي الأرض. أنت واطية وحقيرة كمان. الله يخلصني منك! احكي! لك بالصدفة تعرفت على هذا الزلمة! ارتحتي! أنا وهذا كينان بالصدفة تعرفنا على بعض، وهو ما كان بيعرف إنه جميلة كانت مرتي بنوب. حكينا وعرض علي شغل وبس. شو قلت؟ قلت إنه عرض علي شغل. وقبلت؟ لا طبعا ما قبلت. شو؟ كيف يعني ما قبلت؟ قلت لك ما قبلت. واحد غبي. حالي عجبتك؟ ما في مكان نقعد، لا في كرسي ولا طاولة، بس يخلص مصاري معنا. انت شو بيعمل بحالك؟ انت غبي. انا ما عم لاقي شغل وفي بيبي بده ياكل، وانت صاحب سوابق. ما حدا قبل يشغل. انت فرصه اجت لعندك بس انت نعمه بيرفسها. لك حكمت انا بايدي قتلته. بعد ما قتلته بدك ياني روح اشتغل بشركته؟ لك انت مجنونه. والحصه الاكبر بتملكها جميله. شو بدك ياني اعمل؟ لك شو اعمل؟ شو بدك؟ جميلة لازم تساعدك. مو هي صارت غنية بفضل انت؟ حكمت كارجي انت قتلته، وهي ورثت المصاري. انت بتعمل شي بيجي غيره وبيستفاد منه، ليش ما بده يعترف انت؟ جميلة هي السبب وانتهت راسا. نحن عشنا هيك. كل شي مو منيح بحياتنا نحن صار من ورا جميلة، بس انت نايم وما بده يشوف هذا الشيء. لازم اعمل شيء. مصطفى
التقرير اللي قدمناه بيظهر استقرار واضح بهالسنتين، ومن دون ما نغامر او نتهور. اتبعنا سياسة واضحة ومضمونة بشغلنا، وهذا اللي وصلنا للحالة المستقرة والمضمونة اللي نحن فيها هلا. هذا كل شيء بخصوص هذا الاجتماع. ما بعرف اذا حدا فيكم بيحب يقول شيء. في عندي موضوع حابب اطرحه. بعد اذنك طبعا. تفضل. انا قريت كل تقارير الشركة باخر سنتين، لحتى جميلة خانم استلمت الإدارة وصارت مسؤولة عن أعمال هاي الشركة. أكيد ما كان في خسائر وما في مجازفة، بس ما في ربح. الاقتصاد اللي ما بيكبر قد ما كان قوي بيجي يوم بيصغر. أنا برأيي نغير سياسة الشركة ونتحول من أسلوب الدفاع الحذر للهجوم الحذر. مع شوية مخاطرة منقدر نرفع سوية العمل بالشركة نحو الأفضل. عرضي كالتالي: ندخل بمجال النقل البحري للبترول والغاز وننفتح على الدنيا. بعرف فيها مخاطرة، بس إذا منفكر بالربح اللي رح نحققه والسمعة اللي رح تكسبها الشركة من وراء هيك استثمار، برأيي المخاطرة بتستاهل. النقل البحري للبترول والمحروقات ما من اختصاصنا. أنا حابب اسمع رأي جميلة خانم بالموضوع وما بهمني غيره. الأستاذ بيكون إيدي اليمين، ولليوم هو عم بيدير الشركات بشكل ممتاز، ورأيه مهم بالنسبة إلي. أنا مع فكرة التوسيع، بس بمشاريع تكون أهم وتفيد الناس والمجتمع. مثل شو؟ فينا نعمل مشروع للنساء المتضررات من الضرب وللأطفال الأيتام كمان. جميلة خانم، إذا ما ربحنا منموت بالسوق. والإنسان اللي بيعيش بس من شان المصاري مانو إنسان كينان بيك. ونحن مالنا بشر. نحن مجموعة شركات. عرضك الكل رح يفكر فيه ونرجع منناقشه باجتماع تاني. هلأ الاجتماع انتهى.